اسمي إلهام عمر دبوب. في 73 تم اعتقال والدي في عهد الطاغية. وقتها ممكن أنا كنت في 3 سنوات، وكنت أنا الكبيرة في إخوتي. من 73 إلى 77 اللي هو إعدامه في 7 أبريل الله يرحمه، تم اعتقاله عدة مرات دون محكمة، دون ما يصدر عليه أي حكم، بس اعتقالات. أغلب سجون ليبيا تقريبا بابا الله يرحمه سجن فيهن، في الحصار الأسود في طرابلس، في الجديدة. تقول ماما الله يرحمه أنه كان هو، على فكرة بابا اللي عنده توفى هو مكسري للقفص الصدري نتاعه، مكسري له كم ضلعة من القفص الصدري اللي عنده أعدم، هو الله يرحمه عنده كسر هذا من جراء التعذيب. الأظافر نتاعه وقتها ماما كانت تقول ديما يجي الله يرحمه هم سلي له أظافر. هذه ممكن أشياء اللي ماما تلاحظ فيهن، فما خوفي كان أعظم. يعني أنا نتذكر شخصيا، إحنا بيتنا من دورين، فنذكرها أنا نازلة مع السلم نتاع البيت وهو جاي من التعذيب مش قادر يمشي على رجليه. وتم إعدام والدي في 7 أبريل في 77، وهو يعتبر يوم أسود على ليبيا كلها، مش بس على بنغازي، أو لأن بالفعل بعدها توالت إعدامات القذافي. يوم كان حزين، حزنت فيه بنغازي وبكوه الرجال قبل النساء. يعني تم والدي كان الله يرحمه 8 ساعات هو على المشنقة في ميدان، في ذلك الوقت كان اسمه الاتحاد الاشتراكي، الحمد لله تو بعد الثورة سموه ميدان الشهيدين. كان اسم دبوب ما يكتبش، حتى لما تطلع لك الشهادة الرسمية نتاعك أو كذا ما يكتبش اسم دبوب، بس يكتب الاسم الثلاثي أو الرباعي فقط، ودبوب لا. نعم، حتى تكتبيه كان يقولك بلاش، حولي ما تكتبش. كان ممنوع أنه يكتب اسم دبوب، اسم القبيلة ما تكتبش دبوب. هذه حاجة، شوفي هذه يعني أبسط حقوقنا نحن، أبسط حقوقنا حتى بيتنا في الأول. إحنا يعني إحنا كنا صغار وقتها، وعائلتي كانت تكون من 3 بنات وطفل يعني بإضافة إلى والدتي، فيقولك أنت بيتك الحوش كم كبير، مضايقات هذين عرفتي، وليش قاعدين فيه، حاولوا كم مرة أن يأخذوا حتى بيتنا منا وهكي. كذلك أختي رحمة الله عليها دخلت كلية الحقوق، حابة أنها كانت تكمل مسيرة والدي الله يرحمه، فحرمت بعد 2 شهر. كانت طالبة متفوقة جدا على فكرة، وخذت شهادة ثانوية بتفوق ودخلت كلية الحقوق. بقت 2 شهر، بعد 2 شهر جاء أمر من طرابلس أنها الطالبة هذه تطلع من كلية الحقوق. والدي كان إنسان حنون وعطوف جدا، يعني لما كان يغيب كنت بالفعل نفتقد الإنسان هذا، عدم وجوده يلفت انتباهي أنه هو مش معانا. طبعا عدم وجوده زي ما قلت لك يعني نشعر به رغم صغر سني، ممكن حتى اللي حواليه ما كانوش يشعروا، بس انا نشعر ان بابا مش قاعد. والدي كان صاحب رأي وصاحب فكر، ما كانش يحمل أي تطلعات لحكم أو سياسة أو رغبات شخصية لنفسه أنه هو يكون حاكم أو يكون أو واصل إلى سلطة معينة أو شيء، بل بالعكس كان حاب أن يكون في انتخابات، كان حاكم أن حاب أن تكون ليبيا دولة مؤسسات. يعني طلب والدي في ذلك الوقت والمناضلين اللي معاه هو نفس طلبنا نحن كليبيين، نفس طلب توا ثورة 17 فبراير.